يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الفل. كل جمعة وانتم طيبين. كل جمعة وانتم بخير. عايزة اقول لكم احنا ما بحبش اديكم طاقة سلبية على الصبح يعني، بس انا وعلي في حاجة مش طبيعية. يعني الراجل ده عينه عمالة تورم من امبارح وقاعدين نعمل له كام مرات، وانا مش قادرة حتى اتكلم ولا قادرة اعمل اي حاجة، مع ان امبارح كان يوم حلو قوي ورحنا على البحر واتبسطنا ورحنا قعدنا مع اخوات علي وسهرنا. بصوا علي فطر ايه، مش قادرة اقوم اعمل له فطار. عيش بجبنة حلوة دي نعمة من عند ربنا. حلو قوي. انا ما فطرتش، قعدت اقول له عندي هنا مولتو اهو ما اعمل لك واحده كوبايه شاي ولبن وشويه شاي. ما رضاش، قلت له اهو ما اعمل لك فول. قال لا انا جاب حته الجبنه وهو اللي جاب الاكل لنفسه وقعد. مش عارفه احنا مالنا. مش عارفه احنا يعني متعودين كل فتره كده نبقى يومين رخامه. مش قادره اخد نفسي، هبطانه، مفيش حاجه بتوجعني. انا مفيش حاجه بتوجعني بس تعبانه. وعادي ده انا مش طول الليل وانا مكتوب ما نمش تاني. مش عارفه والله، يوم صعب يوم صعب يوم صعب يوم صعب. من امبارح بالليل لحد النهارده اهو الظهر هيأذن واحنا يوم صعب يوم وحش. بس انا مش هقول يوم وحش ان يوم الجمعه ده هيبقى حلو. وانا مش هيأس، ما تفكرش ان انا هيأس ابدا. ده انا هقول دلوقتي اعمل لهم لحم واعمل لهم اكل. بس انا عايزه على ايديا، عايزه اعمل كده. عايزه فيك، عايزه فيك، عايزه فيك. يعني يشرب شاي وحته الجبنه يعني غلبان كده هو. بفضل ونعم. محدش عمل له جبنه حلوه والعيش طبعا، بس محدش عمل له فطار. قصدي ده انا كنت وحشه على الصبح. لا لا طبعا وحشه، بس يعني الدنيا على ده وعلى ده. وبعدين انا امكم وده ابوك وعلي. طب يعني استحملوا، استحملونا بقى. طب هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه يعني؟ احنا هنا لبعض. بيقولوا لي بقى اشيل النفس بس بعمل كده. انا بمشي في الشارع بمشي في الشارع من ليه بقى؟ هموت خلاص. يا خد الضيق هبوط. ما حدش عارف بقى. عني والله امبارح كان حته يوم يا ولاد، كان يوم جميل. فضلنا قاعدين على البحر. البت دي ما اخدتش اللحمه بتاعتها حتى اللي انا بعت اللي انا قطعتها. ومعنديش واحده ومعنديش هنا مكان في الفريزر وحطها في الثلاجه من تحت. محدش ينفع يجي يديها لي. والله محدش ينفع يجي يدي بعد اللحمه النديم ويطبخ لي اي حاجه عشان مش قادره اقوم. نفسي اخد قرار، بس انا عارفه ان انا مش هعمله. يعني نفسي اخد قرار اقول لا انا النهارده مش هقوم من على السرير. انا خلاص انا تعبانه، فانا هستسلم للتعب واروح امدد على السرير ومش هقوم. ايه رايكم؟ لا النهارده الجمعه، حرام عليك. معاكنين على البيت وعاكنين على العيال وعاكنين على علي. يوم الجمعه كده نشغل القران ونلمع الشقه ونشغل بخور ونعمل اكل حلو ونتلمع على الطبليه اللي عليها نقعد ناكل. بس انا مفيش طبليه. نانو ونانو نانو بقى نانو ده هي النصيبه الكبرى بقى اللي معاكنين لنا شويه. مش عارف كده ايه ده يا نشوى، كمية الطاقة. ايه ده الصبح ده؟ ده صباح الجمعة. كل سنة وانتم طيبين. كل جمعة طيب. انا هقوم اروق على مزاجي. الراجل مات خلاص. ما لحقتش اروق على مزاجي لسه اصبر. ما تجيبش عيني بقى على عينه وانا ما بقول له دي يا قرصة يا ضغط. يما انا قمر 14 قمر. بص المهم انا هقوم اروق على مزاجي. والله انا مروق على مزاجي. يخرب بيتك على الصبح. السلام عليكم. علي نزل يصلي الجمعه، فقلت لكم عايزه اطمنكم ان احنا كويسين. وهو شويه يعني همدان شويه كده خمول عادي يعني، احنا كويسين الحمد لله. فعايزه اقول لكم بقى هو نزل يصلي الجمعه وانا قلت اول ما اصلي الظهر هنا في البيت. تخيلوا انا جنبي الجامع، انا تعبانه اصلا، قلت انا هنزل اصلي الجمعه مع علي في الجامع. الجامع هنا في رجاله وستات بينزلوا يصلوا، بس ما قدرتش. انا ما قصدش عملتها اصلا يعني، فقلت اصلي هنا وخلاص. انا لسه ما فطرتش اصلا، بقى لي ساعه بعت حد يجيب لي حاجات من السوبر ماركت، ما حدش اجى. وعلي هتقول اه الحمام، بنسى باب الحمام مفتوح والله، عشان كنت متوضيه وخارجه فعشان كده سبته مفتوح. وامير نزل يصلي مع ابوه ونانو ايه همدانه برضو.
ممكن يكون داخلين على جو برد او خمول او حاجه يعني. فايه قلت انا ده تكون طاقه سلبيه على الصبح، فانا اسفه والله ما تزعلوش حقكم عليا. انا الشقه عندي مفيش فيها اي حاجه، ولا حتى المطبخ. بصوا المطبخ مفيش فيه اي حاجه غير كيس العيش اللي علي طلعها، والمواعين انا غسلها مغسوله ومكفيه، ومفيش اي حاجه خالص. يا دوب بس ايه هي الخطبه شغاله، الصوت ده خطبه بره. طلع بس طبق اللحمه بتاعي، شوفوا اللحمه بتاعتنا دي اين ابراهيم بيجي ياخدها بقى لي قد ايه، وانا ما عنديش مكان هنا. الفريزر هنا صغير، ما عنديش مكان. بعت لابراهيم، يا ابراهيم تعالى خد اللحمه، اصل هنعمل فراخ بانيه. طب خد اللحمه بتاعتك حطها في ثلاجتكم. ما جاش. بصوا لما طلعت حته اللحمه دي، دي بتاعتي هعملها تبقى فحل لحمها. احطها بس تشطف شطه حلوه كده. بصوا يا ولاد، عشان انا هنا ما عنديش حلة الضغط، فقلت اولع اللحمه اول وبعدين بقى ايه اسيبها تغلي وتستوعب براحتها. وكنا انا صليت وخلصت اللي ورايا، تقعد تستوعب براحتها يعني. فحطيت بقى شويه مستكه وشويه حبهان وشوحت اللحمه كده وبالمواسير بالعظم يعني، عشان تنزل شويه شوربه حلوين. قلت اشوحها وبعدين ايه اخلص اسيبها بقى كده واغطي عليها وكده هو ايه تستوعب براحتها، لان حاله الضغط كانت بتنجزني في الحاجات اللي زي دي. نولع على اللحمه ونقوم نصلي كده، يكون عم علي اجا، ونعمل فطار مع انه فطر بس يعني ناكل حاجه حلوه سوا. هسيب بس اللحمه كده تشرب، تنزل ميتها وتشربها كده مع نفسها. وايه لما تستغلي كده شويه لازم تشيل الريم بتاعها زي ما احنا متعودين. انا حاله الضغط بقى ما كنتش بعمل الحركة دي، بس كانت بتطلع شوية شوربة حلوين. بصوا بقى، شوفي كده بقى تشيل اي ريم عندك كده، واللحمة اصلا ما نزلتش ريم لان انا غسلها غسلة حلوة يعني. خلاص سبت اللحمة بقى كده تغلي مع نفسها، واخش اعمل ليها حاجة حلوة بقى مكان الفطار اللي انا ما فطرتوش ده. انا لسه مصممة ان انا اروق على مزاجي برضو يعني، ان انا بيقاس قررت ان انا اروق على مزاجي، يبقى اروق على مزاجي. الشوكولاته هتبصبص هتبص. جبت بتاعت الكراميل، طلبت حاجه من سوبر ماركت هنا جنبي قبل الحاجه اللي جات لي دي. قعد من الساعه 11 ونص الساعه بقت 2 عشان افطر، ما جابش حاجه اصلا. انا هدلع نفسي يعني، هدلع نفسي وانا بقول اهو. يلا يا معلم، حاسه انك كملت البخت يا مو عم في الشارع. يا سلام يا سلام يا سلام. تعالوا بقى انا مش مرتاحه النهارده. محمصه جميله. بصوا ايه الفرق، ده نسكافيه كتير، ده نسكافيه قليل. طب يا عم علي بقى اوقع على مزاجك. صباحك زي العسل. صباحك سكر. حاول افطر معايا، عايزه دلوقتي يوم مطبوخ. انا ولعت على اللحم.
استنى جيت اشرب النسكافيه شو الوقت؟ الحمد لله. صباحكم عسل. عايزه انا ولعت على لحمه، اقوم اعمل شويه بصل ونعمل غدا، بس ما نفطر. هو ده الفطور؟ ده فطار يوم الجمعه. فين الفول عشان نعرف نتغدى؟ ايوه عشان نتغدى النهارده. عاملين غدوه ايه عظمه. تحب يعني كباب الحله بالعيش ولا بالرز؟ بالعيش. بس انت هترضى تعملي كده؟ ليه بقى؟ انت بتحب الرز يوم الجمعه. عندي مكرونه هسخنها مع العيال. ومش مهم رز صح؟ اه والله يعني كباب حلو عايز. يا مريحني ماشي. ممكن بس بعد اذنك اجرب حاجه؟ على فكره انت خدت اللي مش حلو، اللي معاك ده الاحلى، ده في لبن اكتر. سيب الفول يا جماعه. فاهم مالك؟ ايوه. صباحكم عسل. كل جمعه وانتم طيبين يا جماعه. كل جمعه وانتم بخير وبصحه وسعاده وهنا. الحمد لله. والدنيا جميله الحمد لله. رضا من عند ربنا. انت عندي كلام تاني؟ انا باكل مولتو. بتاكل مولتو؟ مولتو ايس كوفي. والله انا متدلع. المنظر اللي فوق دماغك ده حلو قوي. قمت الصبح لقيته وقع. الرف ده وقع بس انا مسكته جنبته تاني. ربنا يبارك لك. قمت الصبح لقيت ده وقع ولقيت السطير وقعت. وقفت تتنطط. انت بتعمله في البيت كده؟ البتاعة دي حلوة قوي. بجد؟ نمدوها يعني. احلف بالله. طب ما تقطني. خش ده اهي. مش هاكل كل دي. ليه بس ده؟ حاجة مسكرة كده يعني تبقى حاجة حلوة. طب والله حلوة فعلا. بجد؟ والله. صباحك فل. صباحك فل يا عسل. بصي يا ولاد انا سويت اللحمة يعني ايه شوية كده عشان اطلع شوية الشوربة دول بالماسورة دي. بصوا شايفين ده؟ بصوا شايفين ده؟ بصراحة أنا ما استغناش عنه أنا بصراحة، فقلت لازم أطلع شوية شوربة. الناس كلها تقول لي كباب الحلة يا نشوة بتتعمل اللحمه ليه على البصله، انا لا، انا احب اسوي اللحمه اول كده اطلع شويه شوربه وبعد كده دي عضمه، وبعد كده نعمل بقى في اللحمه اللي انتوا عايزينه، حطوا عليها بصله، حطوا عليها برنجان، المهم اللحمه تكون ايه؟ اطلعها شويه شوربه، شوربه اللحمه دي ما تتعوضش يا ولاد. اللحمه كده لما بتستوى معايا تلات ارباع سوا بقى بقوم عامله لها بصلتين كبار. انا قاعده بمنتج لكم وانا قاعده في البلكونه، واليوم كله النهارده مقضيه في البلكونه بصراحه، والحمد لله ان اليوم عدى على خير يعني الحمد لله. مش عايزاكم تقولوا انا زي الفل وحلوه وكل حاجه، بس هو يعني يوم كده ويوم كده، هي الدنيا على ده وعلى ده. حطيت عليها فلفل اخضر وفلفل حامي وفلفل اصفر. لا مفيش فلفل اصفر، انا بقول اي كلام. بصوا القعده في البلكونه اصلا مخلياني مش عايزه اعمل اي حاجه والله. وقلت ما اعمل حاجه حلوه بالمره وانا واقفه عشان كده بقاش انا ايه حسيت بتاثير. يعني لما كنت تعبانه بقاش عايزه، عارفين في الايام العاديه ممكن ما اعملش، لكن ما كنت تعبانه بقى عايزه اعمل لهم كل حاجه عشان يحسوا ان انا مش مقصره معاهم في حاجه وما يبقوش قاعدين متضايقين. جبت معلقتين ثلاثة كاستر على شويه لبن، حوالي اقل من كيلو لبن يعني، وعملتهم كده على، حطيت عليهم شويه سكر، ممكن تحط عليهم شويه فانيليا، وتقلبي ده كله ببعضه عمال ما يتحس ان هو بيغلي. اكون بهرت بس كباب الحله، شويه بابريكا شويه ملح وشويه فلفل بس، انا ما حطيتش حاجه تانية غير كده. سبتها بقى ايه انا موطيها بقى على كباب الحله بقى. بصي شمعه تسيبيها لما تشرب خالص. بعت امير جاب لي بسكوت، جاب لي ثلاث بسكوتات من نوع وثلاث بسكوتات من نوع تاني. وبعدين كده ايه فتحت البسكوت كله في طبق واحد، قلت عشان اعمله بقى ايه نعمل حاجه حلوه بالبسكوت. عملتها معاكم، هي اسرع حاجه حلوه انا بعملها بصراحه، بتبقى منعشه وبتبقى حلوه كده في الجو الحر ده وجميله. سامعين صوت العصافير اللي حواليا؟ ده ثلاثه نوع. وتقولي يا نشوى ليه ده نوع وده نوع؟ قلت لا حلو مش مشكله يعني، هو مش هيقول لا، او حد هيخش جوه الحاجه الحلوه يقول لك كان الكاستر استوى معايا كده، وتقول هنجيب بقى الصينيه بتاعتك. انا عملت صينيتين، قلت صينيه ليا وصينيه لنادين، بس انا ايه نادين ما اخدتش صينيتها، قلت لو اجت بالليل هتاخدها عشان كانت لسه ما جمدتش معايا، فما عرفتش ابعتها مع ابراهيم. حطيت بقى كده البسكوت، وحطيت عليه كده زي ما انتم شايفين الطبقات الكاستر، وفي النص البسكوت. انا عملته معاكم قبل كده على فكره. خلاص واقوم سايباها تجمد شويه، كنا انا عملت المانجا، سيب بس طبقه كده في الاخر على الوش كده، تاخد طبقه مانجا كده ايه سريعه يعني كده بسيطه كده. دي صينيه، وهجيب الصينيه الثانيه. عملت الصغيره اللي عدت دي لنادين، وقلت الكبيره دي لنا احنا عشان هي نادين فردين واحنا اربع افراد، اخدين بالكم؟
بس والله نادين ما اخدتهاش لسه، صينيتين في التلاجة، فتحت واحدة اكلتها في اخر الفيديو، لكن التانية لسه مقفولة. قلت لما لو نادين جت بالليل هي بتقول هتيجي تجيب لي محشي النهاردة، عشان عارفة ان انا تعبانة انا وباباها، كانت هتيجي تطبخ لي والله النهاردة. قالت لي ماما انا هاجي اطبخ لك، هطبخ عندك المحشي. قلت لها لا خليك قاعدة النهاردة الجمعة ببيتك مع جوزك، النهاردة الجمعة والراجل بيبقى قاعد يوم في الاسبوع، هتقوم سايباه وراح قاعدة عند امي، او تقوم واخداه وراح عند امك، لا عايزين تاكلوا اخر النهار شوية تعالوا، لكن خليك قاعدة متغدية ببيتك النهاردة. ده انا اصلا كنا متخانقين الصبح انا ونادين النهاردة. ليه بقى؟ والله العظيم زي ما بحكي لكم، البيت دي النهاردة كانت هتجيب لي جلطة. قمت اسالنا بالليل كلمتها، قلت لها يا ناديه انا جايبه فراخ مشويه لجوزك، وانا بجيب فراخ امبارح للغدا جبت الفراخ لجوزها، وقلت لها يا ناديه اللحمه اللي انتوا شفتوني في الفيديو بتاع امبارح اللي انا قعدت اقطعها لها واشفها لها وقطعتها لها حتت مكعبات، قلت لها يا ناديه هم اطباق هيعمليها كذا كذا، وقعدت احكي لها وما تروحي بكره اطباق وكذا وكذا. البنت ما اخدتش اللحمه، قمت الصبح بفتح الثلاجه لقيت اللحمه في الثلاجه تحت، حتى مش في الفريزر. لو ما تتخيلوش احساسي بقى كان ايه. اما خليت بقى قعدت ازعق واتخانق والشكل معاها في التليفون، وما ابراهيم اجى قال لي فيها انتوا ما تشكلوا ليه. قلت له يعني هي لا الفراخ المشويه اخدتها ولا النهارده اللحمه، انا غلطانه ان انا بجيب لها الحاجه، هي الحاجه يا اولاد ببلاش. وقعدت ازعق شويه واتكلم شويه، المهم صلحوني ورضوني يعني، والحمد لله عدت على خير. فكنا متشكلين يعني الصبح، بس الحمد لله. قالت لي ماما انا هاجي اطبخ لك بقى واقعد معاكي وهطبخ اللحمه بتاعتي. قلت لها لا انا خليك قاعده النهارده ببيتك، وبتعالي لي اخر النهار او بكره بقيت تعالي. بس عملت هي بقى طبخت محشي وكده، وقالت احتمال تيجي، فانا عملت لها الصينيه الثانيه دي. بصوا الكباب الحله بقى لما تستوى خالص، البصله والفلفل بتدوب ازاي، البصل والفلفل دايب خالص، واللحمه مستويه دايبه دوب، والشوربه بقى اللي بالمواسير دي، شوربه المواسير دي عايزه اقول لك تحفه التحفه، احلى شويه شوربه هتشربها. شوربه اللحمه يا ريت حد يعوضها، ده الا شوربه اللحم، ممكن شوربه الفراخ عادي، لكن شوربه اللحمه لا. بصوا طبق كباب الحله حاجه جمدان يعني. قمت حاطه على السفره بقى الاكل اللي كان عندي، مكرونه والرز والفراخ المشويه والكباب الحله وعيش وطحينه. والله الاكل اللي اكلنا اللي اكلناه واتبقى كله زي ما هو. قلت لي بتصدق ابراهيم، قلت له تعالى ما تطبخوش وخده، قال لي احنا طبخنا محشي، قلت له خلاص خد بقيه الاكل تغدبه. كانت الفراخ زي ما هي واللحمه كانت اكتر من نصها، قعدوا اكلوا بقى اهي كلنا اكلنا مع بعض العيله. خلصنا الغدا وخلصنا اللي ورانا وشطبنا الدنيا وما عادش ورانا حاجه، فعملت ميه ساقعه وشويه رز. هقول لكم هنعمل بهم ايه، الشقة زي ما انتوا شايفين ما فيش فيها حاجة. انت بتاكل ايه يعني؟ انا لسه باكل. بتاكل ايه؟ اقول لك اسمها ايه؟ اسمه منظم. اسمها ايه؟ ما اسمهاش كده، اسمها حاجة بطة. اقول لك اسمها؟ لا مش عايزين نعرف. بص انا عايزه احطه ده هناك، رايك اغدي الحمام؟ طلع عصافير حمام، انا ما اعرفش هم بقى ايه كيله، هم ايه احط لهم دي ميه ساقعه؟ بصراحه عامله لهم ميه ساقعه عشان يشربوا ميه ساقعه. الدنيا حر، ايس كوفي. لا ما بيحبوش الايس كوفي، هم فايقين لوحده. تعالوا بقى احط لهم كده ايه، بس تفتكروا هيجوا ياكلوا بجد؟ هم بعيد خالص كده اهو، بحيث ان هم ايه يبقوا بعيد عننا ما يخافوش، هم بيجوا يقفوا هنا بحط لهم ياكلوا. وانا اقعد بقى ايه في القعده اللي انا عاملاها دي، بص اقعد هنا على الارض دي واتفرج على المنظر الجميل ده. تعمل ايه يعني؟ ها تاكل ايه؟ باكل بتاع ده في الضهر. ماشي اقعد على الارض. تقعد على الارض معايا ولا تخليك قاعد عندك؟ لا شويه مش هاجي لك. لا احسن ما تجيش، انا نفسي فيك. اقعد انا هنا بقى. بص سفيان جاي يبص عليا. ما شافنيش. تعالي تعالي هنا شوي، تعالي هنا شوي، تعالي خبوش خبوش، تعالي بقى. ازيك يا هيمه؟ ما شافنيش لسه. الله انت قاعده هنا؟ انت قاعده هنا؟ ها انت بتخوفني؟ ايوه هي دي الالعاب اللي انت بتلعبها، ايوه هي دي الحاجه اللي انت بوظتها. انت جاي عايز ايه من عندنا؟ ولا عايز ايه؟ عايز ايه؟ لا 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 لا, لا. عند امك، روح لامك يلا. تعالى يلا. هاتي بسرعة هاتي بسرعة. انت منك مين اللي معلمك الحركة الجديدة دي؟ تعالى تعالى بس كده اهو. بنت ولا اهو يلا.
فرج ربنا يا رب. يلا كمان هو مش جاي اصلا، ده جاي للتليفون. اوبا لكم مانجا جايب لي مانجا يا حبيبي. شوف حبيبك بص بص يا نانو نانو مانجا نانو بص بص خايف ازاي اسمي اختي انت يا بس وحشتك فاضي بقى تحكوا كده تحكوا تحكوا. ابراهيم جايب لك مانجا زبده يا نشوى اللي انت بتحبيه. احلف الله بوظها بقى يا ابراهيم بقى. تعاوني جايب ايه يا هيم؟ دي لها المنيو. انت جاي تشوفني عشان انا ايه ده؟ ايه ده الزيارة الحلوة دي؟ استنى بس لما نعرف رأينا ايه؟ ايه يا ابراهيم مش تيجي بدري، ده انا دايخة من الصبح على مانجا. امير راح جاب لي مانجا مستوية. مانجا بايظة. والله بايظة. دي مانجا بتاعتنا. دي مانجا بتاعتنا. انت وكلت المانجا بتاعتنا يا نسرة؟ ابراهيم ما ينفعش ينوبك سواب تسيبه وتروح. ايه عايزة؟ وتبقوا تنوبوا تنوبوا ما تخلصوا شغلكم. ادي 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 البصل ده. مش هيضايقك؟ اه هيضايقني بس لو ضايقني هرمي من الشباك. او من البلكون. انت يا نسوتي يا نسوتي. لا. يا نسوتي. باي ماشي باي. ما عدتش تيجي؟ اعمل لك صوبة؟ اجيب لك صوبة؟ سيبوه هنا يا ماما. اجيب لك لا 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 هات شو بقك. اجيب لك الشوربه. بصوا بقى عرفت اعمل يوم حلو ولا لا. عملت لهم الاكل والغدا والحلو وعملنا جو حلو والهدوء كده. تعالى اقعد بقى هنا كل معايا وتدوق. انا عايزه ادوقكم بس هو الجيلي ده بقى لما تكوني عايز تحكي لحد انت عامل حاجه حلوه ما تحكيش. انا قلت لعلي ان في حاجه حلوه من ساعتها هو مش مستحمل الجيلي يجمد والله. فيعني ايه الجيلي نص جمال. بصوا بصوا بقى يا بقى يا ستي يلا شوفي الحاجه انت. بسم الله الرحمن الرحيم. جامده. انا احب الحلويات اللي مش معقده. مش هنجيب لها 50,000 مقدار يعني ومقادير كتير ووصفاته بالمعلقه وبالقلم وبالبس. حاجه ساقعه كده منعشه في الحر اللي احنا فيه ده ولما تجمد كمان من بقيتها جوه تبقى احلى وطعمه كده حلوه. كمان الهدوء التام ده تعالى على دوق وقول لي رايك. الفقر فقر. ايه ده؟ الفقر فقر. كسبت الشوكه؟ لا يا اخويا مش فقر ولا حاجه. الفقر ذكر. بس بس بس. ليه؟ احلف بس يعني مش مسكره يعني هي بامانه كده كده مش مسكره ده مظبوط بامانه دي ولا ما تجيبه تورتايه تاكل معلقه وتقفلك بجد والله. مانجا كلها حاجات موجوده في البيت يعني. الف هنا قاعده انا بقى باكل الطبق بتاعي وعلي ده الطبق بتاعه. الله انا خدت الحته اللي فيها اتنين وجبت لك انت الحته اللي فيها واحده. انا ما خدتش بالي والله. انت ما شربتش قهوه؟ شربت. شرب قهوه معايا كده بقى. مزاج بقى. عشيت ايدك والله. عملت لكم حلو اهو. مش يعني هيبقى فيهم خالص يعني مش هيبقى فيهم اصلا النهارده. نادين اصلا جايه في الطريق دلوقتي هي وسفيان تاني. كان سفيان اجى بص عليا ومشى وكنت عامله لحمه كباب حله. كنت عامله لحمه كتير بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا بقالي ساعه بتكلم. انا بقالي ساعه بتكلم ومفيش تصوير. كنت بقول لكم ابراهيم اجى وكان كنت انا طابخه فراخ مشويه لا كنت انا جايبه لابراهيم اصلا فراخ مشويه وكنت لو ما صلى النبي طبخه لحمه كباب حله. ف
فاداته ده وده وراح يتغدى مع مراته. مراته عامله النهارده شويه محشي ورق عنب. بصوا انا لما شفته لقيت جري، يعني انا ام المحشي بس لما شفته لقيت جري. شوفوا يا جماعه المنظر الخلفيه دي، دي لو احنا خرجنا براها طلعنا منها نموت والله. رحنا تطلع الفرق بين هنا والبيت التاني الهدوء التام. هنا فيه هدوء، بصوا مفيش اصوات، يعني مفيش اصوات لدرجه هنا سكوت خالص. آه. هنا فيه هدوء جامد يعني والله. هنا حلو وهناك حلو، هنا حلو وهناك حلو. انت قولي يا صحه، قولي يا راحه بال، قولي يا هنا، قولي يا هنا، قولي اي حاجه، قولي يا هنا، يا هنا. قاعدين بقى المغرب قدام وقاعدين مش حاجه. انا اسفه على اليوم ده، حاسه ان هو اليوم ده يعني اللي متعود عليا ياخد طاقه ايجابيه وكده، بس والله في طاقه ايجابيه برضو. قمنا واشتغلنا وعملنا، سواء الدنيا على ده وعلى ده، في الواحد بيبقى فيه كسل وفيه خمول. لا بس هو مش كسل، ده مش هو تعب، مش كسل. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. المهم عملت لهم الغدا، عملت لهم حاجه حلوه. لا والله عملت لهم مشروبات على اكمل وجه. صح يوم الجمعه حلو. اي والله بكره تسيبوني انام بقى، مادام سبت، مادام سبت خلاص سيبوني انام، سيبوني انام. انا ما اعرفش اصلا والله، ما اعرف انا، ما لو سابوني انا ما اعرفش. يلا تصبحوا على الف خير وهنا وسعاده. احنا عادتنا بقت هنا، خدوا بالكم احنا حياتنا كلها بقت هنا، يا اما هنا يا اما قاعدين ورا، ما عدناش بنتحرك عن المنظر ده. احنا نحب نشوف ده راحه نفسيه، راحه نفسيه جامد. انا لو قلت لكم ان ناس قد ايه من بره مصر عايزين يشتروا البيت ده مش عارفه ليه. والله من غير ما تشتروا تعالوا اقعدوا معانا اختكم، والله من غير اي حاجه تعالوا اقعدوا معايا. بس هتقول لنا فيكم ازاي حاجه ساعه وانتوا جايين؟ انت عايز حاجه ساعه؟ زياره يعني. في شقه فوق مش متشطبه او كيس سكر. اه نشا بتحب الزيت يا جماعه، اللي جه يجيب لها زيت وسكر. انا عندي زيت والله، والله العظيم مديها لي. لا مش عايز سكر، عندي سكر. اه زيت وسكر عشان الوقت عندك سكر. بس انت انا عندي سكر، عايز زيت وسكر. انا احب، انا احب زيت الزيت. اه عشان لا كده. وقالوا ايه كمان؟ المسحوق. عشان انا اخواتي لما بيجوا يزوروني يجيبوا لي زيت وسكر ومسحوق. شو ما تيجوا تزوروا بعض تجيبوا، تجيبوا جيركن فيبا. احنا كده نحب نزور بعض بشركه الفيبا صح. اه ده بالطريقه ايه بقى؟ لا مش بالطريقه. مره اخواتها جابوا لنا، كان لكم هي صدفه ان كل حد فيهم جاب جيركن فيبا. عمتي، عمتي مسحوق. اه؟ عمتي. لا بتكلم عليك انت. ايوه كانت عمتي. يا بنت ابلعي رقك، انت عارفه انا هقول ايه. جابوا لها كل واحده جيركن فيبا، وكانت نادين لسه صغيره، قمت اخد الجيركنان فيبا بين ولا ثلاثه وراح برجعهم وجاب بامبرز راح جاب لي بقى. كان اخواتي كلهم كل واحده فيهم اجت من غير ما تقول للثانيه، وعمتي كانت يوميها، وكل واحد جاب لي كان مسحوق مش فيبا. وفيبا برضو، فيبا اللي هي الصابون السائل قصده علي يقول فيبا ده اللي هو الصابون السائل. كان ده من سنين، وكانت نادي لسه صغيره خالص بتلبس بامبرز. فالمهم بقيت فجاه عندي كذا علبه مسحوق اوتوماتيك وكذا جيركن فيبا، وانا كنت عايزه اجيب بامبرز اصلا ومفيش معايا فلوس اجيب بامبرز. امال اخدهم؟ ما عجبتنيش. صح ما عجبتكش. امال اخدهم وادوهم للسوبر ماركت اللي جنبنا، قال له خدهم وهات لي مكانهم بامبرز. اه والله جبت صفقه محترمه، جبنا بامبرز. الحمد لله، الحمد لله على كل نعمه احنا فيها والله. والله الحمد لله قوي. يا احنا عايزين زي الفول، لما يجي لنا كده تملصت ودن هنقعد نقول الحقونا يا روحي اهو. بس والله التملصه دي تبقى فطره. التملصه دي في مصلحتي. النهارده كان علي والله رايح مشوار وكان هيخرج وهيسيبني، فقعدتي بقى وعياه وتعب وتعبي قعدوا جنبي بقى. اهو لازم لي بقى غصب. الحمد لله. سيبكم على خير وتصبحوا على خير. وبس السلام عليكم.